طب خلينا نقول بقى، يعني نتكلم يعني بسرعه، احنا فاضل دقيقه يعني وبيبلغوني خلاص لازم يعني وقت البرنامج يعني او وقت الاستوديو. نصيحه كده في 30 ثانيه يا كابتن خالد للفريق لما هو قادم. احنا فرحنا خلاص بس احنا دايما النادي الاهلي بيقفل الصفحه وبيبص لورا. نصيحه للفرقه في 30 ثانيه. النصيحه ان هم يعني يركزوا اكتر في الـ في الـ في الديفنس، يعدلوا الديفنس بتاع الفرقه. يعني الديفنس من النواحي طبعا لازم يهتموا بيها جدا الفتره اللي جايه دي، لان انت لو ديفنسك قوي تقدر تكسب بطوله، لو الاوفنس بتاعك قوي تقدر تكسب جيم، لكن لو الديفنس بتاعك قوي هتعرف تكسب بطوله. فطبعا الفتره اللي جايه دي لازم اهتمام كبير بالنواحي الدفاعيه، ولازم اللعب الجماعي، اللعب الجماعي مع بعض، لان كان النهارده كان الفرديه كانت غالبه شويه على الفرقه، لكن الفتره الجايه المفروض ان هم يعني يلعبوا مع بعض اكتر، يتمرنوا مع بعض اكتر.